وزير الصحة العامة يمثل فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال المنتدى الوطني حول التطعيم في تشاد، وذلك بحضور الفنيين وشركاء البلاد في الصحة. كان ذلك بفندق راديسون بولو هنا في إنجب. وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية التقي بالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي قام بعقد لقاءات مماثلة مع بعض الوزراء للتباحث حول مختلف المواضيع المتعلقة بتنمية العالم الريفي. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. مثل اليوم وزير الصحة العام عزيز محمد صالح مثل رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال المنتدى الوطني حول التطعيم في تشاد، وذلك بهدف تقييم عمليات التطعيم والوقوف على نقاط الضعف والقوة. المناسبة جرت بفندق راديسون بلو بحضور الفنيين وشركاء البلاد في الصحة. عبد الله هارون. تحت الرئاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء العاملين في مجال الصحة العامة تنظيم الندوة الوطنية حول عملية التطعيم في تشاد. وفي مستحل حديثهما كل من ممثل منظمة الصحة العالمية بدول إفريقيا وممثل منظمة اليونيسيف مكتب تشاد، أشاد كل منهما بالجهود المبذولة من الحكومة التشادية في ظل مساعيها وتعاونها مع الشركاء من أجل القضاء على الشلل الذي يصيب الأطفال، مشيرا إلى أن البلاد تعد من الدول الملتزمة في عملية التطعيم. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن نسبة عملية التطعيم وصلت إلى 22%، وهذا الأمر يتطلب من المسؤولين في الأقاليم والشيوخ التقليديين بتكثيف العمل وتضافر الجهود للكفاح ضد هذا الداء. وعلى حسب قول الشركاء في مجال الصحة العامة بأن هذا المرض لا زال نشطا في بعض الدول المجاورة رغم الجهود المبذولة من المنظمات الدولية. لدى كلمته الافتتاحية للندوة، وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح ممثل لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثنى على الشركاء الممولين في مجال الصحة العامة على وقوفهم مع الحكومة من عجل محاربة الأمراض المختلفة، موضحا أهمية الندوة الوطنية حول عملية التطعيم في البلاد. دراسات بوصفا 22% بس الأطفال الأطفال سوينا لهم التطعيم، والواجب ده نجو 90%. ده بوصف الأمل الباقي لنا لنوصل هذا الهدف. وفي شان ده عملنا هذا الورشة، نادينا كل الوزراء، كل الحكام من الأقاليم، نادينا الكانتون ورجال الدين، المسؤولين، أنا الشركاء، أنا يعني دايرين في اليومين دول نناقش لنشوف كيف من هنا قدام نشوف نظام جديد لتطوير هذا التطعيم في البلد. هذا وقد قامت الحكومة وشركاء المانحين في كافة المستويات لعجل محاربة مرض شلل الأطفال وحماية المواطنين من كل المخاطر. عاد ظهر اليوم معالي رئيس الوزراء بايمي باداكي البير إلى العاصمة إنجمينة بعد مشاركته في عمل مؤتمر الطاقة المتجددة بالعاصمة الهندية نيودلهي. وخلال إقامته أجرى معاليه عدد من اللقاءات بحث خلالها سبل تعزيز المشاركة والتعاون في مجال الطاقة المتجددة. وحول مشاركة رئيس الوزراء في هذه القمة، فقد عد زميل خالد موسى الحاج الورقة التالية. هكذا أطلق كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وذلك في المؤتمر التأسيسي الذي احتضنته العاصمة الهندية نيودلهي، حيث شارك قادة العديد من دول العالم بينهم رئيس الوزراء بايمي باداك ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية. أهمية مشاركة تشاد في هذا المؤتمر عبر عنه رئيس الوزراء في خطابه الذي أشار فيه إلى أهمية التحالف كآلية فاعلة لمواجهة التغير المناخي، حيث قال إن التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة يتماشى مع سياسة البلاد لاستغلالها لصالح التنمية. كما كان المؤتمر أيضا فرصة لإبراز الإمكانيات الهائلة من الطاقة الطبيعية التي تتمتع بها البلاد، ولترجمة رغبة تشاد في إقامة شراكة استراتيجية في هذا المجال مع الجهات المهتمة. فقد التقى رئيس الوزراء باهيمي باداكا ألبير عشية انطلاقة المؤتمر
نظيره الهندي ناريندرا مودي، وذلك للحديث حول القضايا المشتركة من بينها موضوع الطاقة المتجددة. وقد وعد رئيس الوزراء الهندي بتنويع التعاون بحيث يتجاوز استيراد النفط من تشاد إلى البحث والتنقيب. وبهذا الخصوص فقد وعدت الهند بإنشاء مصنع لتركيب الألواح الشمسية. هذا الدعم سيساعد تشاد على مواجهة تحديات الطاقة ويساعد في توفير الكهرباء للمواطنين. وفي سياق متصل أيضا التقى رئيس الوزراء بأحد رجال الأعمال في مجال الطاقة المتجددة السيد كومار غوبتا، الذي وصلت المفاوضات بينه وبين الحكومة بشأن إقامة مشروع للاستفادة من الطاقة المتجددة مرحلة متقدمة. هذه المقابلات تؤكد نية الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي بقطاعه العام والخاص من أجل مرافقة البلاد في إطار الخطط الوطنية للتنمية ورؤية تشاد للعام 2030 لاستغلال الطاقة المتجددة، بحيث تصبح تشاد دولة رائدة في هذا المجال. وبحسب رئيس الوزراء فإن تشاد لديها ميزة طبيعية، وهي أن الشمس تسطع عليها بكثافة عالية، غير أن ذلك يفرض عليها تحديا جديدا، وهو كيفية استغلال هذه الميزة لتوفير طاقة بديلة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يصلهم الكهرباء. لذلك فإن البلاد قد وضعت خطة طموحة لتوفير الطاقة الشمسية والوقود الحيوي والطاقة المائية، وجعلت عملية تطوير وتعميم الطاقة المتجددة عملية ذات أولوية. التقى اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية سيد قمر السليق بالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم أحمد الدخيري، الذي عقد لقاءات مماثلة مع كل من وزير الاقتصاد ووزير البيئة والصيد وأعضاء غرفة التجارة والصناعة للمناقشة حول مختلف المواضيع المتعلقة بتنمية العالم الريفي. آدم محمد شرفتي. نظرا للدور التنموي والزراعي التي تلعبه البلاد في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وطرق استثمارها في دعم المشاريع الزراعية في تشاد، جاء هذا اللقاء الذي جمع بين وزير الانتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم أحمد الدخيري، حيث ناقش الطرفان الموارد الزراعية في تشاد لجعل مشروع تنمية العالم الريفي ومحاربة الفقر وفتح فرص للاستثمار وكيفية دعم المشاريع الزراعية والخروج من أزمة الأمن الغذائي في تشاد. غرض من الزيارة هو تطور التعاون بين المنظمة وبلدنا تشاد خاصة، ولكن بصفة عامة هو التعاون ما بين المنظمة العربية والدول الأفريقية. والآن المنظمة أظن قائمة بدور ولدعم منظمة الجي 5 للدول الخمسة اللي تربطها العلاقة مع خصوص المكافحة للإرهاب. وطبعا هناك في جانب اقتصادي وفي جانب زراعي كان تم يقر من في السابق، والآن المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي مكلفة بمتابعة وبتنفيذ بعض من الجوانب وبالذات الجانب الدراسات. هذا وفي نفس الإطار قام مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية برفقة وزير الزراعة إلى عقد لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير البيئة المياه والصيد، وذلك لشرح الحدث من زيارة المدير العام للمنظمة لتسهيل تبادل المنتجات الزراعية منحة والاقتصادية والبيئية. وانتهت الزيارة بعقد لقاء آخر بغرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية. وقع أمس وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور بالو أدريان مالو مع النقابة الوطنية للمعلمين والباحثين في التعليم العالي، وقع على اتفاقية تفاهم من أجل استئناف الدراسة في كافة الجامعات والمعاهد الجامعية. المناسبة جرت بمقر إدارة جامعة أنجمن. محمد صالح الحسين. في إطار الحوار الاجتماعي المستمر بين النقابات الوطنية والحكومة ونظرا لبرامج الحكومة الرامي إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين لأجل المصلحة العامة، ونظرا لدعوة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لنقابة المعلمين في الأول من مارس لعام 2018 للنزول إلى العمل وإجراء الحوار،
حيث اتفقت الحكومة مع النقابة الوطنية للمعلمين والباحثين في التعليم العالي لإيجاد حل للأزمة المالية والخلافات الناجمة بسبب قطع العلاوات وتأخير رواتب الموظفين. افتتح المناسبة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور بويوم مالون أدريه، قال إن هذه الاتفاقية هي التي تنقذ الأجيال لمواصلة التعليم وإكمال عامهم الدراسي. وبموجب الاتفاق تعهد الطرفان على الآتي: دفع رواتب الموظفين في كافة الأراضي الوطنية بانتظام، دفع الرواتب في وقتها المحدد، وبعدم خصم نسبة 35% من رواتب الموظفين بحسب ما ورد في المرسوم رقم 687، وإدراج العلاوات والساعات الإضافية ضمن رواتب الموظفين في التعليم العالي. وبناء على ما سبق ذكره، وقع من جانب الحكومة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور بويوم مالو أدريه ووزير الوظيفة العامة محمد مختار علي. أما من جانب النقابة فقد وقع المكلف بالمطالبات دكتور ناجيتون إنغرايم. جرت اليوم بفندق راديسون بلو أعمال الورشة الوطنية حول دمج التحضر المدني في التخطيط الإنمائي. المناسبة الافتتاحية ترأس الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور جوكوني نور فاطمة داود اللي حمل. تمثل الخطة الحضرية الجديدة رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، ففيه تتمتع جميع الناس بحقوق متساوية ويتاح لهم الاستفادة من الفرص التي يمكن للمدن أن تقدمها. لذا نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتعاون مع البعثة الاقتصادية للأمم المتحدة لأجل إفريقيا ورشة وطنية حول دمج التحضر في التخطيط الإنمائي الوطني في إفريقيا، وذلك من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات لصالح التخطيط العمراني للمدن الشاملة في إفريقيا. وخلال الورشة فقد تطرق مدير المكتب الإقليمي للبعثة الاقتصادية بإفريقيا المركزية أنطوان بيدرو على بعض التحديات التي تعرقل سير العملية التنموية في التحضر المدني، والتي تتمثل في الفقر بجميع صوره وأبعاده بما في ذلك الفقر المدقع، إضافة إلى تزايد عدد سكان الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية. الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور جوكيني نور أشار في كلمته على مدى أهمية هذه الورشة التي تسمح للعاملين بالتعرف أكثر على أهمية التحضر في التخطيط الإنمائي في إفريقيا بصفة عامة وفي البلاد بصفة خاصة، داعيا المشاركين في أخذ المعلومات وتوثيقها من أجل الاستفادة منها في المشاريع التنموية الخاصة بالتخطيط والنمو السكاني. وللتذكير فإن هذه الورشة الوطنية ستواصل أعمالها حتى 15 مارس الجاري. احتفل اليوم النساء العاملات بوزارة الثروة الحيوانية كغيرهن من النساء باليوم العالمي للمرأة دورة 2018 بحضور الوزير الدكتور محمد النظيف يوسف وعمال الوزارة. ياسر محمد أحمد. النساء العاملات بوزارة الثروة الحيوانية احتفلن كغيرهن من النساء باليوم العالمي للمرأة دورة 2018. في حديثها رئيسة اللجنة المنظمة ماربان أنغار أوجيلو قالت إن هذا اليوم هو فرصة للمطالبة بحقوقهن ولمناقشة قضايا واهتمامات المرأة، كما أن رئيس الجمهورية أعطى نسبة 30% للمرأة في مواقع اتخاذ القرارات، وأن الاقتراحات والتوصيات التي رفعت في المناسبة باليوم العالمي للمرأة ضرورة الأخذ بها والاهتمام من جهة السلطات العليا. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني قال إن المرأة لها دور كبير في التنمية، طالبا منهن المشاركة في كافة المشاريع الإنمائية. تقريبا 53% من الأوين وفي في الدولة ما يخدموا، ده خسارة للاقتصاد. هسه المرة دي في تشات ده كل الأوين ده انشاروا وكده، معناتها اقتصادنا جات كله بمشي أدين مرة واحدة، وسرتو في الإليفاج مع الأجريكلتشير. كما هث الوزير أيضا الطالبات في الثانويات العامة والخاصة على المشاركة في مجالات الثروة الحيوانية. الوزارة دي لابد تشجع الأوين حتى في الـ في الـ في الليسي، خليه يحاولوا يفكروا يجوا في الإليفاج، يجوا يقروا في الإناتي عشان يتطوروا. ورا الحمد لله في إيرات كل موضوع ريشيرش، عندنا مشكلة في الكادر فام، يعني أظن واحد ولا اثنين ما بيجي. واختتمت المناسبة بصورة تذكارية جماعية تؤكد حرص النساء على تكاتفهن وتضامنهن.
وفي نفس السياق نظم اتحاد النساء التاجرات بمدينة أنجمين حملة عامة لنظافة مختلف أحياء ودوائر العاصمة، وذلك من أجل خلق بيئة صالحة وخالية من الأمراض. رئيسة اتحاد النساء التاجرات حجة مريم داود حثت النساء على ضرورة الاهتمام بالنظافة بصورة عامة ونظافة المنازل بصفة خاصة، مناشدة الجمعيات النسائية بوضع هذه الحملة ضمن أنشطتها السنوية. شهد السجن المركزي لمدينة مسكوري حضرة حجر لميس حفل إطلاق سراح أكثر من 40 سجينا، وذلك تطبيقا للعفو الذي أعلنه رئيس الجمهورية مؤخرا أثناء زيارته للسجن المركزي لمدينة أنجمينة. بالمناسبة ترأس حاكم الإقليم الدكتور أبو بكر جبرين أبو بكر عرجون محمد أحمد. تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي يحمي الرقم 208 الصادر بالتاريخ 17 من شهر فبراير 2018، والذي قضى بموجبه منح العفو لبعض نزلاء السجن في كافة مدن وأقاليم البلاد، لذا أطلق رسميا حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر سراح بعض النزلاء بالسجن المركزي لمدينة مسكوري، والبالغ عددهم 46 سجينا. في كلمته بهذه المناسبة مدعي الجمهورية لدى محكمة مسكوري بشير عبد الله أشاد بأن هذه المناسبة تدخل في إطار سياسة رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للشرائح الضعيفة من السجناء، وأن مثل هذه المناسبة جرت في جميع السجون الكبرى بأقاليم البلاد، موضحا في حديثه بأن السجن المركزي لمسكوري يضم أكثر من 80 سجينا. حاكم الإقليم أبو بكر جبريل من ناحيته شكر رئيس الجمهورية على هذه البادرة الطيبة. نشكر رئيس الجمهورية لفكر في ظروف هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب مفروض بكان من مدرسة، بكان من أمل، ما بكانوا في السجن. يعني كلهم أكبر واحد منهم ممكن 20 سنة. شان ده فرصة أنطقوا الأساس مثلا مرة أخرى الواحد ما يفكر في أن يسيء جريمة مثل هذا. وطلب من السجناء الذين شملهم العفو تغيير سلوكياتهم إلى الأفضل من أجل المشاركة في الحياة العامة. عقد أعضاء جمعية منتجي ومربي النحل بإقليم مندو جمعية عمومية بهدف تقييم عمل الجمعية في مجال إنتاج عمل عسل النحل منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا. المناسبة ترأس حاكم الإقليم عيسى الجدي أدم حسن المكحي. 2002 و2018 16 عاما منذ تأسيس مجموعة جايل لمربي النحل في إقليم مندل. ما تحقق وما لم يتحقق في تلك الفترة هو ما كان أساسا لهذه الجمعية العمومية لمنتجي النحل بإقليم مندل لحصد حصيلة النشاطات طوال 16 عاما ووضع الأهداف ورسم الخطط المستقبلية للمجموعة، وأبرزها إنشاء مجمع لإنتاج الغذاء والسعي لتحسين وزيادة نظم الإنتاج وتسويق المنتجات من أجل الحصول على أسواق وظروف معيشية أفضل للمنتجين الريفيين. المنسق الوطني لمربي النحل يا مجيد دينجلدال في حديثه بهذه المناسبة قال بأن مجموعة جايل تمثل 963 مربي، وقامت بتدريب 300 متدرب في تقنية إنتاج العسل الطبيعي النقي. حاكم إقليم مندول عيسى الجدي في خطابه أشار إلى أن الأهداف التي تسعى إليها مجموعة جايل تتماشى مع سياسة الحكومة في تنمية العالم الريفي وتشجيع القطاع الخاص وفق رؤى رئيس الجمهورية الداعية إلى الانفتاح نحو تنمية العالم الريفي. دشن ممثل المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بإقليم كانم 10 صهاريج مياه تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية لصالح سكان الإقليم. منى حسن سكاية. الماء هو الحياة وسر وجود الإنسان على ظهر هذه البسيطة، وعلى ضوء هذا استفاد قرابة 10 قرى تابعة لإقليم كانما من مشروع إنشاء صهاريج للمياه الصالحة للشرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية. وقام الاتحاد بتدشين بعض من صهاريج المياه
وبهذه المناسبة جاءت زيارة وفد منسقية الصندوق الأوروبي برئاسة موسى دودريان وبرفقة ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي ناتريك برنار. وتهدف هذه الزيارة إلى تدشين 10 صهاريج مياه لصالح 10 قرى بإقليم كانيما تم بناؤها من قبل الاتحاد الأوروبي، وأن هذه الصهاريج سعة كل واحد منها أكثر من 50 متر مكعب. ممثل مندوبية الاتحاد الأوروبي باتريك برنار أكد في حديثه بأن هذه الصهاريج تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الاتحاد الأوروبي وبضمان عام كامل. كما تداخل ممثل المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بكانيم أليفة علي ملاي قال بأن المندوبية تعمل بالإشراف والمتابعة على الصهاريج بشكل متواصل، مقدما شكره للاتحاد الأوروبي على تعاونهم الدائم لأجل توفير المياه لسكان القرى في إقليم كانيم في أمثة الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب. قام أبناء إقليم النادي الشرق بتقديم معدات زراعية وكذا دراجات نارية للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية بالإقليم، وذلك من أجل تحسين المستوى الزراعي بالمنطقة. الحسين النور يوسف. من عجل الوقوف مع الحكومة في الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تسببت بتعطيل العمل في القطاعات الحكومية، حيث قام اثنان من أبناء مدينة أم جرس وهما حامد يامود جربو وعبد القادر التجاني كيبرو قاما بتقديم دعم للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية التابعة للإقليم. يتمثل الدعم في 10 دراجات نارية وكذا معدات زراعية، وذلك بغرض المساهمة في تحسين القطاع الزراعي بالمنطقة وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضرورة الاعتماد على الزراعة. وقد تم تسليم المعدات رسميا للأمين العام لإقليم إندي الشرق ليسلمها إلى مسؤول الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية بالإقليم. وفور تسلمه للمعدات أكد مسؤول الوكالة بالمنطقة أن جميع تلك المساعدات ستوزع بشكل عادل ومنتظم. بعد يومين أو 3 أيام نقوم بتوزيع المعدات الزراعية الذين ترون أمامكم بكل 6 براش، 6 خزانات يعني الكرياري وموكي وسنوكي وبرفوكي، كل نوزعهم بالعدالة. ومن المؤكد أن هذه المعدات إذا استقلت بطريقة مثلى سيستفيد منها الإقليم سيما في الجانب الزراعي. شهدت منظمة منطقة غوري بإقليم لوغون الشرقي تقديم مساعدات مكونة من مواد تموينية للاجئين بالمخيم، وذلك من قبل منظمة البر للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع منظمة سلسبيل الفرنسية. المناسبة ترأس الأمين العام لمحافظة نيا خليل حسن صالح. إن العمل الإنساني له وقع في النفس، ولا سيما لذلك المحتاج البائس الفقير. ففي هذا المضمار دأبت منظمة البر للإغاثة والتنمية على تقديم العون للمحتاجين في ربوع البلاد، حيث حظي لاجئو منطقة غوري بمؤن إغاثية تمثلت في الدقيق والأرز والتمر والسكر والزيت وزعت على 500 أسرة. هذا وقد جرى حفل لانطلاقة الإغاثة برئاسة الأمين العام لمحافظة لانيا بإقليم لوغون الشرقي السيد علي محمد ملاي، الذي أثنى على جهود منظمة البر للإغاثة والتنمية. ومن ثم تحدث رئيس مجلس إدارة منظمة البر للإغاثة والتنمية الأستاذ يوسف محمد عباس معربا عن امتنانه وشكره لمنظمة سلسبيل الفرنسية السباقة للعمل الخيري، وخاصة في مجال الإغاثة وتوفير المياه الصالحة للشرب. وبعد ذلك تناول الحديث ممثل منظمة سلسبيل الفرنسية السيد تيمور أحمد معربا عن تفاؤله تجاه التنسيق مع منظمة البر، مشيرا إلى حسن التعاون الذي التمسه من منسوبي المنظمة. وقد حضر عمليات التوزيع ممثل اللجنة الوطنية لإيواء اللاجئين السيد سعود حسن وعدد من المسؤولين. نلفت الانتباه إلى أن السلة الغذائية لكل أسرة مكونة من 20 كيلوغرام من الدقيق و20 كيلوغرام من الأرز و3 لتر من الزيت و2 كيلوغرام سكر و2 كيلوغرام من التمر، لتكون بادرة لرسم البسمة على وجوه 500 أسرة من لاجئي منطقة غوري.
قدم اليوم كل من نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الذي استضافته مدينة أمجرس الأسبوع الماضي أبو بكر روزي تقيل ورئيس جمعية الصحراويين ومنسق البرنامج إيسو إلي أوساماي قدما بيانا صحفيا تحدثا فيه عن نجاح المهرجان وشاكرين كل من ساهم في إنجاحه. نتابع. قبل كل شيء نشكر رئيس جمهورية فخامة إدريس ديبي تنو لحضور في فيستيفال أنا أمجرس. فيستيفال ده يعني مهم جدا، وفيستيفال ده من الأكتيفيتي القاعدين ويقدر يطوروا توريسم هنا تشاد ده قاعد فوقها. دونك زي ما انتو شاهدتوا فيستيفال ده ناس تقريبا جو من بلدان بلين كتير. دونك ده انه يوصف في تشات انه يعني توريسم قاعد وشيء اشياء يعني مره جميل قاعدين بقدروا بيجوا في سياحه هم مع اولادهم. وفي نفس الوقت نشكره للوزاره انا الثقافه والجنس، وكمان نشكره الناس ساعدونا من قريب ولا من بعيد في الحفله ده عشان يكون حفله ده حفله جميل جدا. Nous sommes très honorés de l'obtention des décorations de la main de son excellence. يشرفنا جدا الحصول على التكريم بوسام من يد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تقديرا لعملنا وجهودنا. ونحض الرئيس الجمهورية في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية له دليلا على الرغبة في جعل الثقافة مشروعا لتنمية منطقة الساحل والصحراء، وأن دورة المهرجان للعام 18 و2000 شهدت تحسينا نموذجيا في المحتوى لجذب السياح، وذلك بالقيام بقافلة تعرف السياح القيم الثقافية والمحلية. واليوم يمكننا القول أن جميع الظروف اجتمعت لترحب بالضيوف والسياح، وأن جمعيتنا للصحراويين ستعمل مع الهيئة الوطنية لترقية السياحة لإنشاء اتصالات دولية قوية خلال الصالونات الدولية، وذلك من أجل تعزيز المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية وواجهة تشاد للفوز بحصتها في سوق مجال سياحة الصحراء. التقى اليوم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور بيوم أدريان مالو بمسؤولي مختلف اتحادات الجامعات ومعاهد التعليم العالي بهدف تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت أمس. اللقاء كان بالمركز الوطني لدعم البحوث. تقرير محمد السليك وقراءة عبد القادر هارون محمد. يهدف هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور بيوم مالو أدريان بمسؤولي مختلف اتحادات الجامعات ومعاهد التعليم العالي إلى مناقشة القضايا التي تعيق سير الأنشطة الأكاديمية، وكذا الإشكاليات التي يواجهها الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين في الآونة الأخيرة. ويأمل مسؤولي هذه الاتحادات إلى تشكيل مكتب جديد. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور بيوم مالو أدريان قال إنه التقى بممثلي الطلاب أكثر من مرة وحثهم على معالجة الصعوبات التي تواجههم بمسؤولية وفي إطار محدد دون اللجوء إلى أعمال أخرى، مضيفا بأن الوزارة فاتحة أبوابها لمساندة الطلاب في كل ما يخدم مصالحهم ويرفع بالعجلة التعليمية بالبلاد. وعقب خروجهم من اللقاء أعرب الأمين العام لاتحاد المعهد العالي للمعلمين بن جمينة: أجرينا في السابق عدة لقاءات وعدة اجتماعات مع الوزراء السابقين في موضوع الاتحاد الوطني، ولكن لم نجد حل لهذه المشكلة. والآن ولله الحمد وجدنا الضوء الأخضر من الوزير، وإن شاء الله قريبا ستكون المؤتمر. الوزير مبدئيا وافق باقتراحنا للذهاب إلى المؤتمر من أجل انتخاب مكتب وطني يمثل الاتحاد، يمثل جميع الطلاب التشاديين في الداخل والخارج. هذا وقد أكد الوزير الدكتور
بيوم مالو أدريان توصلهم مع النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين بالتعليم العالي إلى استئناف الدراسة على مستوى التعليم العالي. وأخيرا إليكم قراءة هذا المرسوم الذي يحمل الرقم 427، المادة الأولى: تم تعيين الدكتور جيرايو جيرمي عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ممثلا للنقابات خلفا للدكتور عبد الرحمن عيسى الذي تم توقيفه عن عمله. المادة الثانية: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر في نجمينة في 13 مارس 2018 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.